صباح الخير. لبنان يطوف بدماء شهدائه والخير لقدام، هكذا تقول التقارير الأمنية التي تؤكد أن تفجير حالة حريك لن يكون أخير. ضيفي في حوار اليوم المحلل السياسي جوزيف أبو فضل. صباح الخير. صباح النور. يعني بوقت بدنا نقول ينعاد على كل اللبنانيين، هالمرة لازم نزيد أنه ينعاد عليهم بالأمن أولا، لأنه يبدو أنه الأمن اللبناني في استباحة للساحة اللبنانية من أقصاها إلى أقصاها. اليوم هل أتت هذه العملية ردا على اعتقال مجد الماجد، ولا هي في سياق العمليات الأخرى اللي حصلت سابقا؟ أولا بدنا نتأكد إذا كان ماجد الماجد هو ذاته زعيم تنظيم ما يسمى ب كتائب عبد الله عزام. كتائب عبد الله عزام، ناطرين نتيجة الـ ADN أو الـ DNA من المملكة العربية السعودية. أنا برأيي إذا تبين إنه فعلا إنه ماجد الماجد هو ذاته، يعني سوف تضطر المملكة العربية السعودية إلى الدخول في تسوية مع الفرقاء في المنطقة. ليه؟ لأنه هو أيضا يعني صحيح هو من شبكة 85، صحيح، ورقمه 70، ويعني وضجت فيه صحف الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية. هن كانوا 85 صاروا هلأ شي 72، لأنه تقتل منهم كتير وقال حتى. بس هودي كل واحد منهم عنده يعني فصيل كبير إرهابي. إذا تأكد أنه هو، وهذا بيكون إنجاز كبير لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني ولا للجيش اللبناني، نعم، وترفع لهم القبعة إذا كان هو. حصلت عملية التوقيف بمساعدة أمريكية، بس للتوضيح. أكيد يعني كل عمره تنسيق يعني حاصل، بس يعني اللي قدم التسهيلات كلها عندهم أقمار صناعية الأمريكان، وعندهم كل شيء ومانعين عنا كل شيء، فلذلك نحن مضطرين نتعاون معهم. يعني مش مكرمة منهم. لا، أنا هذه الإشارة تدل على يعني هلأ أيام المكرمة والمسخرة. التكييف، لأنه كل شيء يعني نحن هلأ تعودنا على كلمات جديدة، بعد شوية بدنا نتعود على المناسف وعلى مناسف الرمل كمان ومناسف الرز. بقى يعني نحن كل العالم عم تتقدم ونحن عم نرجع لورا، فلذلك يعني نحن كمان ألفت نظرك ستنا أنه هذا الأمر يعني إذا كان حصل بمعونة أمريكية معناته عندهم قدرات، وهن اللي بيعرفوا إذا كان أيمن الظواهري وين، إذا كان بن لادن لا يزال حيا أو مات، لأنه ما حدا شاف جثة بن لادن ولا حدا عارف شيء عنه. ومع أنه بن لادن مثل ماجد الماجد كان عم يغسل كلاوي بعيد عن مركز المخابرات الباكستاني 2 كيلومتر، ومين أمن له المعدات ليغسل كلاوي بقلب البيت، ومين جاب له الممرضات والممرضين، وعيش مع 3 نسوان و20-30 ولد مثل ما ببزوا أولاد الوطن الإسلامي. وبالتالي يعني هؤلاء المجموعات يعني بيحميهم الأمريكان ساعة البدو، بيرجع بيظهرون ساعة البدو. أيمن الظواهري يعني هل يعقل أنه الأمريكان مش عارفين وين مكانه؟ يعني حدا ممكن يصدق بني آدم يلي الأمريكان بيعرف على زبزبة الصوت وين موجود الإنسان، أو بيعرف على كل شيء؟ نحن يعني حتى يعني هذه البهدلة ونحن يعني نتغنى فيها عندما نرى مجموعات FBI تأتي إلى ساحة الجريمة. ماذا قدمت كل الجرائم منذ شو اسمه مقتل الرفيق الحريري حتى اليوم؟ شو قدموا FBI؟ FBI داخل أمريكا وليس خارج أمريكا، وبالتالي هالمناظر كلها وهالاستعراض، أمريكا دولة عظمى تقدر تستعرض قواتها علينا، ونحن بحاجة لا أكثر ولا أقل. يعني خلينا نحكي بالنسبة لماجد الماجد، هو إنجاز لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني. نعم. لماذا؟ لأنه الجيش اللبناني يرصد ماجد الماجد وغيره من الناس. رح نحكي هلأ بتداعيات كل هذا الموضوع، وحتى بالعلاقة الأمريكية السعودية كيف تترجم على لبنان، إذا كانت تفاهم أو تصارع، وحتى ببزوا أولاد العالم الإسلامي. مش صحيح أنه عم تقول أنه مثل ما بيبزوا ولاد بالعالم الإسلامي، ليش يعني الولادات الكتيرة هي خاصة بالدين ولا بالثقافة أو المجتمعات الزراعية؟ هناك عن الثقافة اللي موجودة عند بن لادن. مش لأنه ديانة. أنا ما قلت وطن عربي، قلت وطن إسلامي. إسلامي. إيه يعني قلت ما قلت بالعرب. إسلامي. يعني اليوم في عرب مسلمين، يعني هني مشوا على قول الرسول العربي الكريم، وإذا عدلتم فواحدة.
هو الجامعات بيفكروا غير ما نحن بنفكر، التكفيريين او الاصوليين او اللي بده يلتزموا بالقران الكريم يصفلوا. بدي انتقل لزميلتنا نانسي صعب الموجوده بحال تحريك. نانسي صباح الخير، يعطيك العافيه. صباح الخير جوزيفين لك ولضيفك. نعم نانسي، شو اخر المعلومات عن التحقيقات في ساحه الجريمه، خصوصا من بعد ما ظهر اخراج ايد واسم لشاب لبناني من منطقه لبنانيه من وادي خالد يبدو انه هو الانتحاري؟ نانسي صحيح جوزيفين، بالواقع يعني لا يجب التأكيد أنه هذا الشاب هو الانتحاري حتى التأكد من فحوص الدي ان اي. كل المعطيات يلي توافرت أنه مع الأجزاء البشرية يلي وجدت بالقرب من موقع الانفجار وجد إخراج أيد يعود بالاسم للشاب قطيبة الصاطم مواليد 1 آب 1994. إذن قطيبة الصاطم مواليد 1 آب 1994 من منطقة وادي خالد بعكار، كان غادر بيت أهله ب 30/12/2013 يعني قبل 4 أيام ولم يعد إلى منزل ذويه. ومبارح صباحا والد قطيبة الصاطم أبلغ المخفر بالمنطقة عن اختفاء ابنه، وبالتالي هناك فرضيتين، إما أن يكون قطيبة الصاطم هو الانتحار اللي فجر نفسه، وإما قطيبة الصاطم مختف وإخراج أيده بيد مجموعة ما نفذت بواسطة انتحاري آخر عملية التفجير بحارة حريك بالضاحية الجنوبية. طبعا كل هذا الأمر بانتظار التثبت من هذا الموضوع بفحوص الحمض النووي، وهو طبعا أمر سهل جوزيفين، يعني قطيبة الصاطم هو من منطقة لبنانية وبالتالي أهله موجودين، وكل هذه الأمور واردة تكون وإجراءات تكون سريعة جدا. مجرد إجراء فحوص الحمض النووي يمكن التثبت ما إذا كان قطيبة الصاطم هو نفسه من فجر نفسه بسيارة الجراند شيروكي اللي كانت بمنتصف طريق شارع العريض بحارة حريك، أو أنه استخدم إخراج قيده بالتزوير. ولكن ربما بما أنه مختفي وغير موجود، هذا يمكن أن يعطي ترجيح أكبر لفرضية أن يكون هو نفسه يلي نفذ العملية الانتحارية. دايما منذكر جوزيفين إلى حين التثبت من هذه المعلومات، لكن الأكيد أنه على عكس ما كانت اختتمت علي المعلومات ليل أمس، وهناك كان فرضيتين أنه لا يكون انتحاري وأنه هذه الأجزاء البشرية تعود لشخص آخر وفق ما أيضا نشرته الصحف اللبنانية، الأكيد بيت أنه هذه العملية نفذ انتحاري، وبالتالي هذه لم تعد فرضية إنما رواية الأساسية، وبالتالي يبقى التثبت مما إذا كان هذا الانتحاري هو نفسه اللبناني من مواليد عكار وهو اللي بيبلغ من العمر 19 عام، يعني لم يبلغ بعد 20 عام، أو أنه شخص آخر. طبعا هذا بيبقى بانتظار التثبت من فحوص الحمض النووي. طبعا جوزيفين، يعني منذ ليل أمس الأدلة الجنائية ما زالت تواصل عملها بمسرح الجريمة، ويعني تبحث عن كل الأدلة وما يمكن أن يكون قد تيسر لديها من أدلة لاستكمال كل هذه الأدلة، وبالتالي عند جمع كل الأدلة ومتابعتها وتحليلها يمكن الوقوف إلى حد كبير عند تفاصيل هذه العملية. طبعا مع كل تفاصيل ومعطيات الكاميرات يلي قدرت سجلت تنفيذ هذه العملية. علما جوزيفين أنه منذ أمس، يعني من ساعات بعد الظهر، كان شهود عيان هون بحارة حريك عم بيأكدوا لنا أنه هي فعليا اشتبهوا بهذه السيارة، وعند اقتراب أبناء المنطقة أو اشتباههم فيها تم تفجير هذه السيارة. ليس معروف ما إذا كان هذا الانتحاري هو اللي فجر نفسه، أو أنه تم تفجيره داخل السيارة عن بعد كمان. هذا الأمر يبقى للتثبت منه بالتحقيقات. طبعا سيارة الجراند شيروكي مثل ما كنا ذكرنا وفق معطيات الأمس هي كانت مسروقة على لائحة القوى الأمنية من ضمن السيارات المشتبه باستخدامها بعمليات أمنية. هون سؤال طرح كتير جوزيفين، كيف تمكنت هذه السيارة من عبور الحواجز الأمنية الموجودة بالضاحية الجنوبية، إن التابعة لقوى الأمن الداخلي أو الأمن العام اللبناني أو الجيش اللبناني؟ إذا كانت القوى الأمنية وتحديدا الجيش قد عمم مواصفات هذه السيارة من حوالي 12 يوم، طبعا إمكانية كتير كبيرة أنه هذه السيارة ربما قد تكون حملت لوحة أخرى
حسب المكان يلي تم تفجيره فيه، علما انه بعض المعطيات والمعلومات تؤكد الاو تي في انه التفخيخ تم ليس خارج الاراضي اللبنانيه وانما داخل الاراضي اللبنانيه، وهذا طبعا بحال تم التثبت من هذه المعلومات انه تم تفخيخها داخل الاراضي اللبنانيه، طبعا هون لعدم التمكن من ضبطها عند عبور الحدود. كل ذلك جوزيفين بنرجع بنكرر بيبقى باطار المعلومات غير الرسميه غير المؤكده الى حين التثبت اولا مما فعلا اذا كان تم تفخيخها داخل لبنان، ثانيا من هويه هذا الانتحاري، ما اذا كان قطيبه الصاطم يلي من عيد ومنذكر انه هو كان غادر منزل اهله ب 30/12/2013 ووالده ابلغ عن اختفائه ب 2/1/2014، يعني عمليا صباح 2/1/2014 عمليا صباح يوم الانفجار، يعني قبل ساعات من وقوع الانفجار، وبطبيعه الحال فحوص قدرت نعتذر عن هذا الخطأ التقني وسنعود إلى زميلتنا نانسي. إذا ما استجد شيء بدي أرجع لك أستاذ جوزيف، كنت عم تقلي إنه يعني اليوم شغلي بس إنه أنا مسيحي، شو بدي كاني أتغزل بن لادن؟ لا ما بديك تتغزل بمن لادن، بس بدت الفكرة وكأنه اللي عم تقوله أنه بس بالمجتمعات بيعرفوا الإسلامية بيعرفوا فكرة الناس، طيب. يعني قلت أنه المملكة العربية السعودية ستدخل بالتسوية إذا ثبت أنه ماجد الماجد هو الشخص يلي موجود في قبضة الجيش اللبناني، ليه طالما المملكة هي ماجد الماجد هو كمان من أوائل المطلوبين لديها للعدالة، لماذا؟ ما في واحد أوقات بيكون مطلوب بعدين بيصير مرغوب وبيصير يمكن هني بحاجة له، ربما هني يكونوا كمان أيضا وراء التفجيرات، يعني ما فيك تعرفي. بس أنا برأيي تحليلي السياسي تحليلي المنطقي للأمور بيقول أنه ماجد الماجد كان من المطلوبين، وبرأيي أنا أصبح من غير المطلوبين للمملكة العربية السعودية، لأنه يكفي أنه عمل تفجير السفارة الإيرانية، ويعني السعودية لم تستنكر، بس استنكرت قتل أبرياء، لكن لم تستنكر وقت تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، لم تجب أو تدين ما حصل للسفارة، قالت أنه سقوط أبرياء، وكذلك مجلس التعاون الخليجي بعد يومين. إذن هناك في خلاف إيراني سعودي بالمنطقة، السعودية عندما ينكمش لشخص مثل ماجد الماجد أكيد بدها تتدخل، وهون بتعرفي أنه في تباين سعودي أمريكي. إذا كانت أمريكا فعلا وقفت مع يعني عاونت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بهذا الأمر، وبالتالي يعني لا يمكن يعني الركون انه ماجد الماجد هو 100% يعني ضد السعوديه او 100% ضد او مع السعوديه. بدنا ننتظر ونشوف، لكن انا بشوف اذا ماجد الماجد هو ذاته زعيم كتائب عبد الله عزام، السعوديه تريده لماذا لتبدا التسويه بينه وبين غيره. طيب بس في يوم اتفاقيه عربيه لمكافحه الارهاب، يعني هي توجب على لبنان تسليم ماجد الماجد إلى المملكة العربية السعودية لأنه سعودي الجنسية. من قال لك هيك؟ هي وني ما بتنص هيك شغلتي أنا. تفضل اشرح لنا. الإيراني بدو إياه. الإيراني. يريد أن يطلع على التحقيقات. أوكي. ويبدو أن المملكة رفضت هذا الموضوع. بدو يطلع. أكيد. المملكة كذلك الأمر بدو إياه لأنه مواطن سعودي. السوري بدو إياه. في علاقات اتفاق بين لبنان وسوريا تبادل. نعم. في مجلس في معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون اللي طبل وزمر فيها بس جنسيته سعودي رفيق الحريري ليوم التطبيل، منيح بس جنسيته سعودي هو وسامي الخطيب، يعني اللي عملوا اللقاءات الأمنية بين لبنان وسوريا رفيق الحريري وسامي الخطيب كان وزير الداخلية، بيرجع لبنان الجريمة وقعت على أرضه. نعم. وصاحب هذا والمسؤول عن هذه الجريمة هو موقوف بلبنان. نعم. إذن لبنان الأجدر بمحاكمته حتى لو كان سعودي الجنسية، وحتى لو كان في اتفاقية تعاون عربية، هو ارتكب الجرم على الأراضي اللبنانية يحاكم وفق القوانين اللبنانية، بس يخلص جرمه يرحل إلى بلاده، بس ينفذ عقوبته إذا ما كانت الإعدام، لأنه هي عقوبة تنص على الإعدام. أنا مش عم بستبق التحقيق القضائي، ولكن عم بحكي بسياق عملنا وشغلنا. هذا الرجل يستوجب محاكمته أمام المحاكم اللبنانية فقط، وحسب قانون الإرهاب 11.1.58 يلي بنص على من استعمل مواد متفجرة وكذا وكذا ومسأة من الدولة وكل شيء مثل ما هو عمل. إذن هلأ حالة قضية السفارة الإيرانية أمام مجلس العدلية يستوجب يعني حضور ماجد الماجد ك
كزعيم كتائب عبد الله عزام امام المجلس العدلي. نعم. اللي هو مؤلف من 5 رؤساء محاكم تمييز والرئيس الاول من بينهم. والمدعم التمييزي بيكون مدعم عدلي اذا كان حب يحضر وحده مش معه جنس ناعم يعني عارف يحضر اثنين هو وحده. وبالتالي بهذا الموضوع فعلا انه في يعني في الوجه الخشن وفي الوجه الناعم هذه بزمنه قال النائب عصام كرم الله يوجه له خير. وبالتالي سيرتي اليوم هذا الرجل يجب ان يحاكم في لبنان. بده يطلع على التحقيق بيطلع السوري والايراني والسعودي بيطلعوا كله مع بعضه انما بس يطلع مش هلا بس يصدر قرار الاتهام لانه بهيك قضايا ما في قرار ظني في قرار اتهام فورا. القرار الظني هو القرار الاتهامي قرار واحد لانه مجلس عدلي ويذهب فورا يعني مباشره الى الاستجواب التمهيدي اللي هو بيسبق المحاكمة أمام مجلس العدلي اللي بيحضر قدام القاضي اللي يتعرف عليه القاضي ويحكي هو وياه ربع ساعة نص ساعة اللي هني ومن ثم يحيله إلى المجلس العدلي ليحاكم. فلذلك لبنان هو أولى وهو الأحق وهو قانونيا يعني مش عم بحكي نعم. يعني بس يعني اليوم بس اليوم المملكة بلشت تشيع أخبار إنه ستستلم ماجد الماجد. إيه يعني إذا بتستلم ماجد الماجد بتكون في كارثة بلبنان بصير في مشكلة بلبنان هو بماجد الماجد. لو بدها يا امريكا تعطيه للسعوديه ما كانت وصلت لهون كانت من زمان سلمتها اياه. ماجد الماجد لا ينفذ طلب الا طلب السعوديه وينفذ طلب بندر بالذات وليس انا ما عم اقول انه المملكه المتحده هلا حول بعضها كلها ناطره ماجد الماجد هناك اصرار لانه ما بدهم بهدله ودهوره لعلاقتهم مع المحيط اكثر من ذلك. ماجد الماجد يمثل الارهاب السعودي في لبنان الأمني الاستخباراتي لا أكثر يعني هو الذي ضرب في السفارة الإيرانية هو الذي يفجر في الضاحية وهو الذي قتل ويقتل يمينه ويساره. اليوم لبنان هل يتجرأ على محاكمة ماجد الماجد؟ يعني أولا بارح في دعوات عم بيقولوا يعني القيادة في التيار السلفي الجهادي في الأردن عم بيقول إنه جبهة النصرة وداعش قرروا يفوتوا على لبنان رسميا للقتال. مبارح أعلن رسميا للقتال بانتظار خروج حزب الله من سوريا. هي أولا. ثانيا معادلة 14 أدار وفارس سعيد نحن هلأ بنحكي فيها. بس ثانيا عم بيقولوا اليوم ماجد الماجد بحاجة لعناية طبية. الرفاق لماجد الماجد يحذرون السلطات اللبنانية إذا ما بتعتنوا فيه أو إذا بتحكموه أو ما بعرف شو هم ايضا رح يقوموا بردود فعل. الى اي مدى لبنان اليوم يحتمل محاكمه ماجد الماجد؟ لا بيقدر يحملها لبنان ما بيقدر يحملها. هذا اللي عم اقوله. لا يحطوا بالحبس خلص يعمل قرار اتهامي فيه ويحطوا بالحبس الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. شو بنعمل ما بيعالجوا يعني نعم. بس هو ما بيعالجوا يعني اليوم هو من هو هلا بالمستشفى العسكري هلا ماجد الماجد بالمستشفى العسكري حاطينه على مكان غسيل كلاوي. شو بيعملوا فيه اذا هو كان بده يرجع 1500 سنه لورا ويقعد ياكل بلحه وطينه وكسنايه شو بعمل له اذا مرض؟ يعني كلنا معرضين نمرض بس هو هيك حب يعيش هو بعده عمره صغير. وبالتالي يعني هلا عم بحكي انا اذا في حاله لبنان عم يتعالج شو مطلوب الاكل عم يطعموه نعم يعني انه سيبقى في لبنان ولن يسلم الى المملكه ولن تتم محاكمته هيك يعني؟ لا لانه مجلس العدلي وقت كما الجامعه الضنيه اول مره وقت كانوا عم يعلنوا دوله ايام الله يوجه له خير رئيس ايميل لحود قال له في ليله البدراء يفتقد القمر وفي ليله الظلماء يفتقد القمر. ايام اجى كمان يومتها ايامه اجى 3 رؤساء مجلس قضاء اعلى الرئيس الله يعني طاني صخوري الله يرحمه وقبله الرئيس منير حنين وكذلك وجهوا حكمه. وايام الرئيس عدنان عضوم كان مدعم عدلي وكانت القاضي ربيعة عماش الدورة تمثل النيابة العامة الناعمة. وبالتالي عندما اجوا حكمه كان كل مرة تؤجل جلسات بحجة انه هؤلاء بدهم يضربوا مثل ما ضربوا بالقضاة الاربعة وقتلون واستشهدوا. كانت تؤجل جلسات كان القضاء يخاف. اجى الرئيس نصري لحود يعني وهو اجى من مفوض حكومة لا يحاكمون. يومتها بيسخن الرئيس رالف رياشي بيعمل عملية بظهره بتغيب العملية لأنه هو بيقعد سنة رئيس نصري رئيس مجلس القضاء. اللي بيجوا من بعده بتطير عملية الضنية لا أجى العفو. كانوا على طول خيفانين إنه ما حدا يحاكمه مع إنه كان في إصرار من الرئيس إيميل لحود ومن غيره حاكمون. يقال إنه غازي كنعان كان رافض يحاكمون كمان. بس ما اليوم هيدي إشكالية. خليني كفيلك بس إذا كان القضاء مصمم يحاكمون بدك تحمي القضاة. للعسكري اللي مع النواب بزقوا قهوه وسكربينات للمدامات وما بعرف شو بيجيبوا الاولاد على المدرسه
2000 عسكري مثل ما قال الوزير مروان شربيل. فلذلك ما في حماية للقضاة، الحماية للقضاة مش مأمنة اللي يقدروا يحكموا هؤلاء. بقى هلا ماجد الماجد انا بقول لك اؤكد لك انه لازم ما حدا بيقدر يحاكمه، بس بده يكون بيكون يعني الجيش اللبناني لن يرضخ الا اذا كان غيره بده يرضخ. الجيش اللبناني لن يرضخ للتهديدات لا السلفيه ولا التكفيريه ولا الاسلاميه العاديه ولا المسيحيه العاديه ولا المسيحيه التكفيريه. اليوم في ناس في وقعوا تحت بالقانون بدون يتحكموا بالقانون، ما بالضبط حتى بالقانون، ولكن هلا هني لحظه بس بصير هذا مثل قضيه الموقوفين الاسلاميين اللي بعدهم لهلا ناطرين محاكماتهم، بس لانه القضاء اللبناني ما بيسترجع يحاكمون خوفا من ردود الفعل بتضلوا. بس هي اشكاليه قانونيه، يعني عم بيحطوا موقوفين من دون محاكمات. اوكي بس قضايا القتل الدم، بتعرفي حضرتك الدم ثقيل، يعني واحد هيني يعمل مشكله يسقط فيه قتله بس ما بينحل. ده يعني نحن من المحامين بنشتغل جنايات، نعرف الدم ما بتنحل قضية الدم. يعني ما فيك تروح عند قاضي التحقيق تكوني وكيلة واحد قاتل تقولي له بنحل حبيا، شو بعده؟ أنا مش عم يعني بقول حبيا، بس كيف بالأحرى إذا كانت قضية تمس أمن الدولة فيها شو فيها شهداء وفيها أبرياء ما فيهم يحكمون. طيب ما هذا ما هي الإشكالية. أنا إشكاليتي هلا معك عم بسألك عن بس في شغلة إنه الدولة اللبنانية لا تجرؤ على محاكمة من ارتكب بحقها مجازر مثل هيدي. ليش نحن يا سيد جوزفين محضرتك صحفية، ليش نحن عايشين بدولة ما نحن عايشين بكرخاني اسمها الجمهورية اللبنانية؟ وين في دولة؟ طيب إذا الدولة اللبنانية لا تجرؤ، ممتاز لحظة، إذا لا تجرؤ على محاكمتهم ليش ما بتسلموا لدول؟ سني حامل سلاح، شيء حامل سلاح، الدرزي حامل سلاح، إذا بيجيهم ولد، إذا بموت جده واحد بيشير رشاش بقوش. المسيحي إذا بشوفه حامل شفرة بياخذوه وحطوه بالحبس. من الجيش للأمن العام، للأمن الداخلي، لأمن الدولي، كلهم. الدولة علينا، نحن ما عندنا شيء. نحن الحمد لله دولة ما فيها إلا علينا. وبدءا من معلولة، يعني شوفي لحد وين. لأن أنا بدي أوصل هذه هلا العقدة الدونية اللي عم بيعيشها المسيحي. لا مش عقدي، أنا أدعو إلى حمل سلاح كنت. وكلهم ما في ضل مسؤول بلد الا ما تلفن شو بس ما انتم بس ما المسيحيين ايضا مقابل هذا الكلام هن بيفاخروا بهذا الخطاب، يعني هن بيتفاخروا انه بيحبوا الحياه، بيتفاخروا انه هن تحت سقف القانون وانه ايه هن في يعني طيب وش تحت سقف القانون عم يتبهدلوا بدون سبب. هلا بيقولوا لك حزب الله، بدي انا اقول شغله، اللي فجر بروسيا واللي فجر ببلوشستان حدود ايران اللي عم بيقتل ابرياء، واللي فجر بالعراق، واللي فجر بسوريا وفات على معلولة، وحضرتك يعني خبيرة بموضوع معلولة وشفنا ريبورتاجات عملتيهم ومنقدي لك تحية للي عملتيه. شكرا فعلا. واللي مناطق مهين وصدد كل هذه المناطق المسيحية اللي فجر فيها وقتل، وكذلك اللي عم بيقاتل بطرابلس وعم بيقاتل بعرسال واللي فاتح الحدود واللي عم يفجر بالضاحية، هن ذاتهم نفس المدرسة من روسيا لهون نفس المدرسة. هؤلاء مدرسة تكفيريين قتلة، يعني لا يمكن الركون لقلهم انه هؤلاء ممكن بشر يكونوا بشر. يعني في ناس بيأكلوا قلوب بشر وفي ناس بشر، هم من أكلة قلوب البشر. طيب. واحد إذا كان رايح مشوار وجرح أصبعه بيرجع بيقطب أصبعه بالمستشفى، واحد جاي ينتحر شو بتقلي له؟ هؤلاء جماعة غسل دماغ، غسل دماغ. طيب. وما في عندهم ما في اي رابط ديني بيربطنا فيهم او رابط انساني. لا ارجع لموضوع فلذلك خليني كفي محاكمات ايه تفضلي. فلذلك المحاكمات القضاة بني ادم مثله القاضي، يخاف على حاله وعلى عائلته. طيب. يعني هلا هودي بيبقوا بالسجن طالما في، ويجب الوقوف الى جانب الجيش لحمايه على قليل هؤلاء، مش ما يموتوا مش ما يقتلون مش ما يصير في عندهم حجه هوديك. لكنه انا برايي الصراع مفتوح ولن تتوقف تفجيرات ولا القتل ولا الانتحاريين، لن يتوقف. عشائر وادي خالد تستنكر تفجير حارة تحريك. هلا هيدا اكيد من طبيعي يعني طبعا انه مشكله المنطقه يعني بتكون تتبنى العمليه يعني ايه؟ انا اول شيء نحن وقت نحكي طرابلس ما عم نقصد يعني اولاد طرابلس، وقت نحكي عرسال ما عم نحكي، عم نحكي المجموعات المسلحه، المجموعات اللي عم تقوس على الناس. يعني هؤلاء المجموعات اللي يريدون تحويل طرابلس الى طرابلستان وعرسالستان وعكارستان وضنيستان وكل هذه المنطقه، هيدي ما فيها دوله، هيدي المنطقه كلها ما فيها دوله. وكيف يقولوا لك حزب الله عامل دوله؟ تنحكي الامور مثل ما هي، الدوله عندهم هن، حزب الله عامل دوله تيحمي حاله وبيقتل اسرائيل ويقاتل اسرائيل في سوريا ويدافع عن الجميع ويقتل راس الحي في سوريا كي لا تقع سوريا، اذا وقعت سوريا تفجرت المنطقه. وبالتالي مش جميله حدا.
لو فخمت الرئيس بس خطاب حزب الله كان عم بيقول انه هو رايح لعندهم على سوريا يقاتلهم كرمال ما يتفضلوا على ما هيك صار. شو بنعمل؟ اي هيك صار؟ ما هن هيك جايين اساسا جايين. اذا كان عندهم المثقف الكبير برهان غليون شو كان يقول؟ كان يقول انا اول شيء قال عندما ننتهي من بشار الاسد سناتي الى لبنان الى حزب الله، هي اول حرب. طيب بعدين لحظه ستنا خلينا نحكي شغلتين بس بعد بس دخول الجماعات المسلحه الى لبنان وهذه التفجيرات. طيب رح اتركك كل الحلقه تحكي. الم تسقط حجه حزب الله بالدخول الى سوريا؟ لا 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 خسها هلا بقول لك ليه. بس انا في شغله اليوم من امبارح جبنا 17 جتي من القصير ودفنناهم الله يرحم كل العالم. نعم. مين دخل بسوريا من سنتين؟ مش هن طلعوا معين المرعبي وخالد الظاهر النواب مع حفظ الالقاب كلهم سوا ما يقعدوا يرغوا ويزبدوا. طب اللي حصل مشكل على الحاجز وقتل شيخ ومرافقه عبد الواحد نعم. الله يرحم كل الناس. فهمنا يومتها خلوا جيش لبناني لما نزلوه وخزقوا له ثيابه وعملوا حواجز. طب مين عم بيدق الاطفال الاثنين باخره كلها سلاح؟ وين هي الباخره؟ التحقيقات موجوده بالمحكمه العسكريه. لا بيخلوا حدا يطلع عليها جماعه المستقبل لانه هن طاحشين على القضاء. واحد منهم بيروح على بيته بضل عينه على القضاء اللي هو اشرف ريفي مع تقديرنا له كل عمره يشكر فيه ويقولوا عنه الانسان ادمي وانا ما لي شيء عليه يعني. بس اللي هو اشرف ريفي هلا لا يزال هو يحكم المديريه العامه لقوى الامن الداخلي اللي هو اشرف ريفي يحكمها هلا مع احترام اللواء الموجود. أنا عم أقول لك الأمور مثل ما هي. وبالتالي حزب الله إذا كان طلع على سوريا حزب الله أعلن بالفم الآن حزب الله يمثل مقاومة بلبنان. أما الباقين شو يمثلوا؟ مجموعات شو؟ إرهابية وتكفيرية وبيعملوا يعني مثل ما بده فلان وعلان من خارج لبنان. طيب حزب الله أكيد عنده ارتباط عضوي من هون لسوريا للعراق لإيران لأرمينيا لجورجيا اعتبري إذا بدك لروسيا للصين. حزب الله خلص منطقة عم تتركب فيها بازل جديد. حزب الله من ضمن هذا البازل. إذا كان رئيس باراك أوباما يخرج كل أسبوع أو كل أسبوعين ويتكلم عن حزب الله بيكون حزب الله صناعة لبنانية بعده. حزب الله على مستوى منطقة. طيب ما هذا هو اتهام تيار المستقبل أصلا. هن بيقولوا أنه حزب الله أصبح أكبر من لبنان إذا هن تيار المستقبل وأصبح مشروع حتى أكبر من لبنان. الاتحاد السوفيتي منيح بس راح تيار المستقبل بس بكلامك كأنك عم بتوافق يعني خطاب تيار المستقبل أنه اليوم حزب الله أصبح أكبر من لبنان. أكيد شو بعمل له؟ يعني بطلنا أنا بالنسبة يعني بطل أنا لبنان يستوعبه كحزب داخل لبنان باللعبة السياسية. أكيد شو بعمل له؟ يعني شو بدي يعمل الوزير عدنان منصور أكثر ما في يعمل؟ لبنان هالقد مشقف حزب الله موحد. طب شو يعني شو بده يعمل؟ يعني طب بتتوقع هذا الحزب ايه بس بتتوقع حضرتك هذا الحزب يلي بيملك ترسانة أسلحة وحزب قوي وحزب أكبر أصبح أكبر من حجم وطنه بتتوقع أنه ما يحدث ردود فعل بالشارع الآخر؟ هذا أكبر من وطنه هذه إلى رفيق الحريري ما حق فيها. بالنسبة لي أنا ما حدا أكبر من لبنان. ما حضرتك عم تقول انه حزب الله حزب الله على مستوى الخارجي ايه اكيد اصبح يعني اكبر من ليش وقت كان الله يرحمه بشير جميل بلبنان كان يحكوا فيه كل العالم ما كانش يحكوا بالرئيس لسركيس. ما كل واحد له دور له موقع. القوات اللبنانيه وقت كانت قويه وعندها سلاح قبل ما يتفق جعجع وياهم يسلموا سلاحات بالطائف كانت قويه كثير كان عندها سلاح اكثر من حزب الله وكان العالم تحكي بالقوات. طيب يعني لا والحزب الكتائب كان اكبر حزب انه اليوم مطلوب على تيار المستقبل ما حدا في اعداد كان قد ما في اعداد حزب الكتائب. بس اليوم هل من المطلوب من تيار المستقبل ان يتقبل حزب الله بتعاظم قوته في لبنان وفي المنطقه بكل سلميه ورحابه صدر؟ يعني يا ستنا عم بسالك. لا معك حق. هل مطلوب من حزب الله كمان ردا على سؤال حضرتك هل مطلوب من حزب الله ان ينزل الى مستوى تيار المستقبل تكونوا مبسوطين؟ طب ما تيار المستقبل مع السعوديه والخليج والعربان بديش احكي عن الخليج راحوا وقت هذا النهار الاتحاد السوفيتي راحوا جيبوا ناتاشا وسفيتلانا وبعرف شو يجزروا راح الايراني يشتري يورانيوم يعمل دوله. انا شو ذنبي؟ يعني انا في شغله اليوم هذا شيء واضح ومعروف. واحد يعني بدوش مرتاح نايم عبر رميل النفط وواحد عم يسعى كيف بده يعمل دور اقليمي لاله. نعم. حزب الله من هذا المحور طيب. من هذا المحور اللي ينتمي الى الى الى, إلى ايران. يعني اذا كان حزب الله مع ايران يعني هذه عيبه ما نحن. واذا كان تيار المستقبل محور مع السعوديه عيبه؟ لا عيبه يعني ارهابيين واحد صار انه لا يعيب عيب عليه يكون بمحور عيب يكون رئيس بليت عرسال عم بيقتل ضباط وجنود عنده ومتهم ويهرب
وكمان عيب تحميد الدولة اللبنانية، ولأنه بالمستقبل في ضغوطات، عيب على الدولة اللبنانية، عيب على النواب اللي طلعوا لفوق على العرسال بعد السلستين، لحظة، عيب على النواب اللي طلعوا على العرسال وقالوا ما في قاعدة. شو قاعدة عاملة بناية ناطرتهم؟ أهلا وسهلا فيكم، عميك عم يستهبلوا الناس. خلص بده حتى قيادات ميني أدار والمسيحية منها بصورة خاصة بده تغير سياستها. إما أن نبقى وإما أن نصمد إما أن ننهار، كل واحد يقعد ببرجه العاجي وخلصنا. طيب رح أخذ فاصل إعلاني، من بعد الفاصل رح نتحدث عن العلاقة الثنائية يعني بلبنان. تيار مستقبل هو نص البلد بالآخر، ويبدو أنه حتى الساعة ما في حدا نص البلد، ما حدا نص البلد. رح أحكي بهرم، بس خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع بعد لحظات. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفنا أستاذ جوزيف أبو فاضل، بدي أرجع رحب فيك. قبل ما ندخل بالفصل الإعلاني كنا عم نحكي عن حزب الله وتيار المستقبل، اليوم هذا الاشتباك السني الشيعي في المنطقة يلي بطبيعة الحال هو عم بيظهر بلبنان اليوم. يعني تيار المستقبل يشعر وكأنه في حزب كبير مثل ما عم نقول عم يجي يقول له أنه أو بتقعد معي مثل ما أنا بدي أو أنه أنا يا خراب البصرة. يعني أول شيء خلينا نحكي الأمور متنوعة. يوم فخامة الرئيس وتيار المستقبل هو 14 أدار هم مع بعضهم. يعني المملكة العربية السعودية تريد بدها حكومة بلبنان، حكومة على زوقة. هاي الحكومة في حال يعني ألفها وشكلها فخامة الرئيس والرئيس تمام سلام، اعتبر إنه البلد انفجر، وبالتالي يعني بس لكن انفجر البلد وما في حدا يعني يصلحه، ولن يبقى هناك لا استحقاق رئاسي ولا غيره ولا شيء، ولا يوجد ضمان لأحد. بعد عنده حظوظ بعد التفجير امبارح؟ أنا بشك إنه فخامة رئيس بيقدم على هذا العمل. مش مرة تفجير امبارح، من قبله الرئيس متردد بتوقيع تشكيلي، خاصة إنه في أسماء يعني يفضل حزب الله انه يعني يعني انت يعني مش انه تخرب البصره، تدمر الدنيا كلها ولا يشوفه. مثل مين؟ ما بدي اسمي يعني سعود المولى مثلا. طب دكتور سعود المولى انسان محترم وكل شيء، لكن انتمائه مش هو يعمل في قطر في المكتب اللي بيشتغل فيه عزمي بشاره اللي بيترأسه. طيب دراسات امريكيه قطريه، طب كيف تحطيه وزير؟ غيره وغيرته، أنا ما بدي أسمي حدا. بس ما مش من زمان شفنا في زيارة قطرية لحزب الله ولقاء ثنائي بيناتهم وإعادة ترميم العلاقات. إيه لا، هذه زيارة ممتازة، والعلاقات بين قطر وحزب الله يعني لو العالم تعرف كيف عم تتقدم ما كانت تحكي عن قطر شيء. ما هذا اللي عم أقوله يعني. بس عم بحكي بهالمجال. لكن يعني قطر بالنتيجة هي سكنة عسكرية أمريكية، يعني منا لعبت أولاد. يعني 18 ديسمبر أنا كنت هونيك بقطر وشفت الاستعراض اللي انعمل وشفت كل شيء. يعني ورغم ذلك حزب الله هو يعني يستعد لإعادة ترميم العلاقة. قطر لعبت دور يعني بقضية المفرج عنهم وعملت انفتاح على حزب الله، وهناك وسيط بين قطر والمملكة وسوريا، هناك وسيط لبناني بين قطر وسوريا، شخصية لبنانية، وبالتالي يعني حزب الله عم يستقبل الجميع. وقت كان حتى جماعة حماس يعني حزب الله استقبلهم، بس هلأ ما عاش لهم دور. إذن يعني الانفتاح اللي حاصل بين قطر وحزب الله هو انفتاح كتير كبير، وحتى وصل منه يعني إلى بعض الأمور الأمنية. نعم، ولكنهم يرفضون أن يكون موظف في أنه وزير. هني عم يشتغلوا على مستوى إمارة قطر، بس بدوش اكيد ما بدهم. يعني اذا واحد يعني عم يتعاطى مع الواحد بشغله بيجي بحطه عليه مسؤول. نعم. في وزارات ما لا يمكن. يعني هلا مثل ما شفنا اليوم بعد عم يكتب انه الوزير مروان شربي باقي محله بالوزاره الجديده، اكيد لانه مين بده يجيبه؟ يعني الداخليه اهم شيء. وبعدين نجح بشغله، انا برايي بعكس ما بيحكوا نجح بشغله معلوم، بعد انه في كتير انتقادات انه وزير الداخليه انه مش لازم يكون ابو ملحم. يعني شو بيعمل؟ بيقتل العالم؟ لا، لازم يكون حازم. اشطر واحد اجى على الداخليه من الشاطرين اللي ما في عنده غطاء، يعني برايي انا من بعد اجى على الداخليه من بعد ما فلوا السوريين
مع احترامي للوزير زياد بارودي اللي بحبه وبقدره، أشطر واحد وأهم واحد هو الوزير مروان شربل. بس حزب الله عنده كتير انتقادات على الوزير مروان شربل من حزب الله. ايه؟ هو من أكثر الأحزاب يلي منا راضية عن أداء الوزير شربل بفترة معينة، يعني تحديدا وقت قصة الأسير وإقفال الطريق والزيارات المتبادلة. مجلس وزراء اجتمع برئاسة فخامة الرئيس وحضور الرئيس دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وكلفوا الوزير مروان شربل انه يهتم بقضية الأسير، انه يهتم بقضية الأسير، لا انه يحل القضية، انه يحل القضية. راح لهونيك، راح لعنده، قعد هو وياه جلسة، شال الخيمة وفتح الطريق. بيكون مروان شربل غلط بحق لبنان؟ يعني شو مطلوب؟ انه كان المطلوب انه الضرب بيد من حديد منذ بداية هذه الظاهرة على اساس انها تؤسس لي انتحاريين. هي هلا هو مسؤول عنا مروان شربل؟ انا مش عم اقول انه الوزير مروان شربل هو المسؤول عن هذا الموضوع، المسؤول عنا رئيس جمهورية بصفته وزير للداخلية كان عليها يضرب بيد من حديد. ست جوزافين المسؤول عن هذا الامر اني شخصين، شخص بده يكسب الشارع السني هو الرئيس نجيب ميقاتي، وشخص يريد أن يتفرج عما يحصل لكي لا يغطس في المشاكل الداخلية، ولكي يقول أنا يعني يكون هو بمنأى عن هذا الموضوع. هو فقمت رئيس مشارع يعني هل كان مطلوب من وزير الداخلية أن يتصرف كما تصرف؟ لا، هو تصرف كثير من رأسه، تصرف كثير من رأسه بقضايا تخدم البلد. يعني اليوم الوزير مروان شربل ساعة بيرضى عليه المستقبل وساعة بيرضى عليه حزب الله، بالنتيجة كلهم راضين عليه، أنا أؤكد لك. طيب. وبالتالي لا وبالتالي لحتى ما نضيع كثير النقاش. الحكومة اليوم سقطت، حكومة لن يجرؤ أحد على توقيع مرسوم الحكومة إذا لأنه في شغلة. أول شيء هذه الحكومة في حال أُلفت هذا بيكون مطلب سعودي. هل أمريكا تريد تفجير الوضع بلبنان؟ إذا تألفت الحكومة بيكون أمريكا عم تقول للرئيس سليمان وللرئيس تمام سلام، أوكي تفضلوا ألفوا الحكومة وفجروا الوضع. نعم بتكون عم تقول انه تفضلوا فجروا الوضع. فلذلك يعني شو فجروا الوضع؟ يعني فجروا لبنان، يعني مثل ما هو العين بالعراق وبسوريا فليكن لبنان. لكن الامريكيين لحد هلا هم حريصين ودورهم ايجابي، وامبارح شفنا السفاره الامريكيه والبريطانيه كيف خرجت فورا بتصاريح تدين وتجب وكل شيء وتترحم على الابرياء والشهداء. وبالتالي الموقف الامريكي حتى الان ايجابي، ولذلك رئيس الجمهوريه لن يقدم على التوقيع على المراسيم تشكيل الحكومة إلا ما يقولوا الأمريكان مضي. إذا مضي بيكون الأمريكان عم يفجروا لبنان. رح كفي نقاش معك، خلينا ننتقل مباشرة إلى حارة حريك. ممكن تكون سيارة هي فيها متفجرة بعد ما خلصنا من التحقيق. بعد التحقيق ببداية يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. الله باي باي. ما سمعته. طيب. رح أرجع لألك. اليوم امبارح النائب علي فياض كان عم بيقول إنه يبدو إنه تفجير امبارح، يعني تفجير حارة حريك، من ارتكب هذا التفجير هو على أغلب الأحوال هو نفسه الذي ارتكب التفجيرات الأخرى. وسمعنا السيد حسن نصر الله يتحدث سابقا عن ضلوع مخابرات خليجية وهي المملكة العربية السعودية بهذه التفجيرات. لماذا اليوم اتهام السعودية بهذا التفجير؟ يعني بعض الجنون السعودي برأيك بلبنان؟ أكيد في جنون سعودي وفي إحباط. السعودية تفتش على دور لها في المنطقة. السعودية عندما جلست إيران مع الدول 5+1 مع الدول العظمى وتوصلت إلى اتفاق مؤقت بيخلص بعد 5 أشهر، السعودية تريد فقدت أعصابها. السعودية هي حليف من 70-80 سنة لأمريكا وبريطانيا، وهي جلست، هي تريد أن تجلس إلى طاولة الحوار معهم، لكن لا يوجد مكان للمملكة العربية السعودية لأنه بندر الأمير بندر بن سلطان ما ترك له مجال. هلأ ماذا يحصل في السعودية اليوم؟ الملك يستعيد زمام المبادرة. نعم. لأنه ما عم نشوف الأمير بندر ولا باجتماع. بندر ما عم نشوفه ولا باجتماع. فلذلك وغير هيك كمان التغييرات اللي عم تحصل. هناك يعني عبر شو يستعيد زمام المبادرة؟ مبادرة بالسعودية. نعم. وبالتالي كيف سينعكس؟ طيب ما زال هيك يعني كيف سينعكس هذا الموضوع على لبنان؟ أول يعني شيء بيمسك الأمر أول شيء خليجيا. مسقط أجرت 5 اجتماعات مع الأمريكيين دون أن تدري السعودية. هذا خلاف سعودي مسقط مع سلطنة عمان. بيرجع قطر لا تريد انضمام إلى الاتحاد الخليجي، اتحاد يعني مثل الإمارات. يعني بتكون قطر خلص يعني بتبلع السعودية.
كذلك الأمر الإمارات لا تريد أن تدخل مع السعودية لأنه غير ثقافي وغير كل شيء، وبالتالي الخزينة يعني البنك المركزي الإمارات تريده عنده بأبو ظبي، إنما السعودية تريده في الرياض، وهون مشكلة كبيرة بين بعضهم لأنه الإمارات لن تسلم هذا الأمر. يعني هناك في توعيد للعملة ما بعرف إذا بيمشوا فيه، هناك في مشكلة كبيرة مع السعودية مع جيرانها، بعدين نحكي بقلب السعودي عم يستعيد المبادرة كلها سوا تم يكون في ورق خارج إيده للملك عبد الله الملك السعودية. هلأ بالنسبة لقضية المخابرات بلبنان اللي حقق لها السيد حسن نصر الله، أكيد شوفي تحقيق مجد المجد بتشوفي أنه إلى دور الاستخبارات السعودية بكل شيء، وهو تركيبة السعودية. من اغتال الوزير شطح؟ من اغتال الوزير شطح؟ علاقاته الدولية. كيف يعني؟ حضرتك قلت اتهموك بتيار مستقبل يعني عبر وسائل الإعلام تبعولون أنه أنت من حرض على قتل الوزير الشهيد شطح. الله يسامحهم أنا ما حرضت، بس اليوم بس انت قلت انه جاي رئيس حكومه، هل كانت المعطيات انه الوزير شطح كان جاي رئيس حكومه؟ اي انا قلت من 3 اشهر قبل ما يموت يعني قبل ما يستشهد. وانا يعني بستغرب انه يخرج اعلامهم بهذا الكلام، لانه انا اذا قلت له انه الوزير محمد شطح يومها انه هو رجل امريكا في لبنان الاول، ايه معي حق، لانه وزير محمد شطح اول شيء 23 سنه عايش بامريكا تلميذ وربى عائلة هونيك، وثم صار أستاذ، وبعدين عين سفير في لبنان وشبك علاقات دولية مع الأمريكان. يعني شو في عيبة إذا قلت هو رجل أمريكا؟ وبالتالي الوزير الله يرحمه ولا صار بين الحق، يعني هذا الرجل يعني هذه العلاقات الدولية اللي شبكها معهم قدر يعني وصل لعلاقة مهمة مع الأمريكان يعني، وبين دغري كيف ترقى وأصبح وزير يعني. وبالتالي عندما يعني بيحكوا انه وزير محمد شطح انه وزير معتدل، انه هذا ضربه الاعتدال، يعني هو منه ماجد الماجد، هذا محمد شطح يعني اكيد ما راح يفجر حاله يعني هل تم اغتياله لانه على علاقه جيده بالولايات المتحده الامريكيه؟ اكيد، شو لك يعني هو اغتياله دوره يعني هو يعني شو رجل الحوار يعني رجل، بس من المستفيد من اغتيال الوزير شطح؟ هو لم يكن معتدلا. هو كان متطرف مع مين؟ متطرف كان ضد فريق حزب الله والمجموعات كلها، وهو كان ينتمي إلى الفريق الأمريكي. يعني من يسمع الوزير محمد شطح يسمع بيشوف أنه هذا رجل محترم مهذب ولايق الله يرحمه، وبنفس الوقت كلامه كان ينزل مثل الرصاص بس بترتيب. طيب. وبالتالي هذا مش اعتدال يعني اليوم. نيح، بس من المستفيد يعني من اغتيال الوزير شطح؟ إن اليوم إذا عم تقول حضرتك إنه ليش ما هو أغتيل لأنه على علاقة جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، ليش ما بتكون السعودية؟ ليش ما بتكون التيار المستقبل بعد أركانه؟ يعني أنا ما عم بتهم إنه ليش بده يكون حزب الله. بعدين شفتي قريتي كتابه للرئيس حسن روحاني؟ أي اعتدال بهالكتاب؟ وين في اعتدال؟ ما حدا يضحك علينا بقى، والله عن جد يعني يحترموا نفسهم مش يحترمونا. انه السعوديه اغتالت الوزير شطح بتصفيه حساباتها مع امريكا، اكيد عم تقول حدا اكيد السعودية كتير منهكة من وراء أنه أمريكا تركتها. وجون كيري مزار السعودية من شهر ووعدوا أنه نحن بدنا نقوي العلاقات، وين العلاقات؟ راحت العلاقات، ما في علاقات بين أمريكا والسعودية ما كانت من قبل. اليوم عين أمير مكة الأمير خالد الفيصل، عين وزير للتربية، منيح عينوا للتربية، ليش وزير التربية؟ مشان الجيل الجديد الطالع، هني بيقولوا هيك، بس انا بدي اقول لك شغله، عين وزيرا بقلب الحكومه لاقاله شقيقه الامير سعود الفيصل في الايام والاسابيع والاشهر المقبله. لن يبقى الامير سعود الفيصل وزيرا لخارجيه السعوديه، خلص بالسعوديه ما بقى بدها، الملف السعودي بده يصير كله بايد الملك، هذا التصميم مشي فيه. طيب كيف رح ينعكس هذا الشيء على لبنان؟ يعني اليوم اذا عم تقولوا انه تيار مستقبل، وبالتالي الخارجيه السعوديه مع الخارجيه اللبنانيه القديمه هيدي كلها بدها تنتهي برايي انا على يد السعوديين الجدد اللي هن ممثلين بالامير محمد بن نايف، والذي انضم الى فريق الملك، صار في فريقين، في حين انه الامير بندر بن سلطان اولاد سلطان لم يعد لهم دورا كما السابق. نعم. طيب امبارح سمعنا موقف من الرئيس سعد الحريري، هو طبعا يعني يطلب الرحمة للشهداء ويقول انه اهل الضاحية هم ضحية،
ليه ضحية سياساته. ليه اذا منشوف بيان مثلا جبهة النصرة او كتائب عبد الله العزام يلي بتقول انه نحن رح نكفي بعملياتنا في لبنان الى ان يخرج حزب الله من سوريا، منيح؟ هذا هو بيان كتائب عبد الله عزام. اذا بيجي اليوم يقول الرئيس سعد الحريري انه اليوم اهل الضاحية يدفعون ثمن قتال حزب الله في سوريا، ليش بتقوموا لقيامة؟ وهو لا يقول إلا ما ذكره بيان كتائب عبد الله عزام. ذهب إلى سوريا ونام ثلاث مرات أو مرتين في قصر الرئيس بشار الأسد. نام نوما قريرا لم ينم مثله لا رأيتم ولا بيت الوسط وشبع النوم، وبالتالي وعاد كان رئيس حكومة وقلب وغير وراح. رئيس سعد الحريري قراره مش بإيده بالخالص. ممتاز، بس هلا هون وبالتالي حكينا عن هالموقف تحديدا. خليني سجد في عند عليك بس اذا بتحبي. بس هذا يعني الموقف تحديدا، هذا الموقف يعني نحن ندين ونجوب ونستنكر. هذه كلنا هذه يعني اللي بيفتح باب الاسانسير للرئيس سعد الحريري بيكتب له البيان، ما له مشكله. هذا ما له مشكله. اليوم في هناك سياسي على الارض، ما حدا يضحك علينا يقول ندين ونجوب اليوم هناك سياسي على الارض. الرئيس سعد الحريري هو يتعامل مع جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وداعش دون أن يدري. أنا شو الدليل طبعا؟ دون أن يدري، ما قلت لي من دون دليل. من دون أن يدري موقفه السياسي. طب أصبح موقفه على الأرض. طب نواب شو بيحكوا؟ وقت عندما استشهد الوزير محمد شطح الله يرحمه ورحمة الله على الجميع، منيح. طب دغري خرج طيار المستقبل بكلام لم يسبق له اتهام سياسي بتاريخ لبنان. حكي عن السيد حسن نصر الله وعن فريق 8 أدار وحكيوا عن حزب الله وعن حتى وصلوا لجمهور حزب الله ونساء حزب الله. لا، في هون فقدوا عقليتهم. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. اليوم كل عمره ولبنان سوف يستمر أنه دغري ضرب الاعتدال. لا يا جماعة، أنه هلأ واحد بيقول الرئيس فؤاد السنيورة أعلن أنه هو سوف يحرر لبنان. شو يحرر لبنان؟ تحرير لبنان من مين؟ سلميا من مين؟ شو سلمين؟ انت بتحكي سلمين وجماعتك بيحملوا سلاح على الارض بطرابلس وبصيدا، ما عادش فيهم يهبوا مثل قبل، بس كانوا هبين وانت كنت مغطى للاسير الى فتره دوله الرئيس. معلش بس ما انتم بتقولوا انه تيار المستقبل فقد السيطره على الشارع السني. لا لا، وانتم بتقولوا انه لانه هو ضعيف في تمثيله السياسي ترك مجال للجماعات المسلحه لحتى السني. رئيس تيار المستقبل يوم بالسعوديه الله يرحم وزير شطح كان يروح ويجي الضايعين، والوزير وليد جنبلاط هلا مش موافقهم لانه وليد جنبلاط مشي معهم لقي حلفاء تيار المستقبل اللي هن حلفائه، حلفاء تيار المستقبل عم يذبحوا دروز بسوريا. هذا الامير طلال ارسلان امبارح طلع عمل اتفاقيه وثيقه فوق بالجولان بالمنطقه بجبل دروز، يعني وكلهم عم يطلعوا شخصيات. انا عم اقول الوضع ما هن شافوا حالهم ضعاف. ليش؟ لانه الشارع قوي عندهم. شارع مين بيحشي الشارع؟ المدارس ذاتها اللي فجرت من موسكو لهون هي ذات المدارس. وكذلك يعني هذا أردوغان عم يسكر بس خليني بالرئيس سعد الحريري. رئيس سعد الحريري عم في ازدواجية بخطابكم انتم. أعوذ بالله. ترى عندما يناسبكم الوضع بتقولوا انه الرئيس سعد الحريري هو الذي يحرض على هذه الجماعات السنية المتطرفة وهو اللي حاضنه. هذا عندما يناسبكم هذا الخطاب. لا، عطول حاضنه بعدين بتقولوا انه هو ما عم يضبط على الشارع السني وبسبب غيابه عن لبنان وهروبه من لبنان صاروا يعتبروا بالخارج اصبحت الساحه السنيه المتطرفه لها، وبالتالي هو كيف يكون يمون عليها تارة ولا يسيطر عليها تارة اخرى؟ اكيد، لانه ما بردوا عليه، صاروا بردوا على معلمينه. ما هذا دليل انه هو ما عنده القدره اصلا انه يحميهم. شو عمل له انا اذا ما عنده قدره وقاعد برا؟ طب انا شو يعني انا بعرف انه عنده قدره. في بعض نوابه ما بيردوا عليه، بيرجع بيقول انا مثل معين المرعبي. ما عم برد على اخر مره بوقت عم يعملوا لوائح ما ذكروا معين المرعبي كانوا ما بدهم اياه، وهو قال انا ما بدي. هيك على كلام النائب معين المرعبي. وبالتالي هو عنده خلافات. يعني اصبح اليوم الرئيس سعد الحريري ما عم يتبنى خطاب معين المرعبي اللي هو ضد الجيش اللبناني ومع هذه الجماعات والى اخره. سعد الحريري عنده سياسته الخاصه مع العماد جان قهوجي ومع 14 ادار ومع 8 أدار. ساعة البدو بيعلي السقف، ساعة البدو بودي السقف حسب ما بيقولوا له المستشارين وحسب ما هو يرى مصلحته وحسب ما بيشوف مصلحة المملكة العربية السعودية. أنا ما عم أقول سعد الحريري ملتزم بالخط الأمريكي ومغمض عيناه، لا. سعد الحريري رجل معه جنسية سعودية، عايش بالسعودية، سعودي يحب لبنان، سلم ديته. رئيس حكومة يحب يعني سعودي يحب لبنان،
طيب يا عمي انا ما عم بفهم بالدنيا كلها، بيجي رئيس جمهوريه او رئيس حكومه او رئيس مجلس نواب معه جنسيه اجنبيه، طب هذا خطا، حتى القاضي والضابط ما بيسوى يكون معه جنسيه. في كثير نواب البرلمان عندهم جنسيه اجنبيه، لانه اذا خير هذا بين جنسيته الامريكيه وجنسيته اللبنانيه، وبلبنان في حرب بيقول لك امريكا، بيروح امريكا. يعني ما هذه مسخره، هذا نحن جمهوريه من الطرفين يعني. نعم من الطرفين عم لك مسخره عيبه عيبه اكيد. شو هذا يعني واحد شو يعني شو بيكون طيب بعد عندي دقيقتين ألن يعود سعد الحريري رئيسا للحكومة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله شو أعوذ بالله؟ هل لن يأتي كيف؟ ما هو ممثل يأتي. ممثل الغالبية السنية، مش كل الشارع السني ممتاز، الغالبية السنية مين ممثلة بالسياسة مش سعد الحريري؟ ألا يحق له أن يأتي رئيس حكومة؟ بلى. ألا يحق دخلك لميشيل عون أن يكون رئيسا للجمهورية؟ مش هو يمثل الأغلبية المسيحية؟ مش مزبوط؟ مش هيك اتفقوا؟ بس منذ اتفاق الطائف ايه؟ ارتضى المسيحيون أن يكون الرئيس المسيحي هو رئيس توافقي. لا ذبحون للمسيحية، ذبحوا المسيحيين ولم ينفذوا، وأنه الشيعي والبطريرك والأقوى. وعد البطريرك إسفار يبكي لما عم ينفذوا له الطائف، ليش أصلا الطائف كان منيح؟ ما الطائف انعمل مشان يذبح المسيحية، و13 شرين هو اجتياح لمناطق المسيحية فقط، مثل ما هلا اجتاحوا معلولة هن زيتهم نفس المجموعات اجتاحت معلولة اجتاحت يومتها 13 شرين، وعم أقولها بالفم الملقان، وأنا أكثر واحد بيطلع على سوريا وأكثر واحد مؤيد للرئيس السوري بشار الأسد. نعم. هذا كان خطأ تاريخي بسقوط ميشيل عون بهذه الطريقة بعد إدخال الطيران إلى لبنان، وبالتالي الذي يحصل اليوم هو عملية خلط ورق، لن يجرؤ أحد على توقيع أي شيء بلبنان مخالف للرأي السوري ومخالف للرأي الإيراني. ذكري هذا الكلام، الذي أسقط اتفاق الطائف هن مجموعة رفيق الحريري ووليد جنبلاط، وفي بعض الأحيان الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، هؤلاء أسقطوا اتفاق الطائف، وحدا غيرهم أسقطوا، وبعض المسيحيين الملحقين بهم مثل ليس الهراوي له حق يجنس بالكيلو وبالطون. هو نحن وين وصلنا بلبنان؟ عنا مليون، رح مليون ونص سوري بلبنان، ومنجي منقول بعدنا بنحكي برئيس توافقي؟ خلي نقوا رئيس، نقوا رئيس. انا بعرف ممكن كتير ما يجي جنرال عون، يجي رئيس توافقي اذا صار في بس اذا صار في انتخاب رئيس، لكنه فخامه الرئيس هلا مثل ما هو ماشي يريد ان يمدد او يريد ان يجدد هلا مثل ما هو ماشي. لكنه الفرنسي هي الارجح انه التمديد او ان نستقبل فخامه الفراغ؟ انا بفضل التمديد على سنه. بتفضل التمديد على الفراغ؟ اكيد على سنه او سنتين، بس بقول لك بقول شغله، فريق 8 اذار وفريق قسم من فريق 14 اذار يريد الفراغ على بقاء الرئيس ميشيل سليمان، وهيدي يعني هاي مش هاي معلومه، وهي بيعرفها الرئيس سليمان. نعم. انه لانه اخذ طرف، لو بقي الرئيس على حياد كان بألف خير. هل يعقل ان نقول عاش الملك؟ رئيس جمهوريه لبنان بيقول عاش الملك؟ لا لا، اذا بتريق معلش خلينا شو مكرمه؟ نحن مش شغلتنا مد ايدنا، مكرمه مشروطه ما لها قيمه. المكرمه هيدي هيدا المصريات اللي مكرمه مشروطه بحكومه امر واقع. لا بحكومه امر واقع، لا اذا ايه اكيد امر واقع، بس لحظه، اذا وافقوا الامريكان بيمضي الرئيس سليمان. وهذه المكرمه اذا كانت بتفجر لبنان بلاها، ليش الايرانيين ما قدموا سلاح وما رفضوهم؟ السوريين ما جايبين سلاح. شكرا لك استاذ جوزيف ابو فاضل على حضورك معنا اليوم، شكرا لك. اليوم خلص وقتنا للاسف. شكرا للمشاهدين على المتابعه، والى اللقاء.